صراحة يعني، وانت بتكسب وانت عملت فريق قوي في يناير، النهارده بيعمل لك استقرار داخل الفريق. مظبوط. في التجديدات اللي حصلت داخل الفريق في مشوارك، ممكن تجديدات وان هو مقرب الفريق وده بيغلط خاصة بيها. كمان في اللعيبه يعمل عندك استقرار، واحد زي علي معلول من عصر مهمه، اجاييه من عصر مهمه، عمرو السوليه، كريم نيدي، كلها لعيبه مهمه ولعيبه اساسيه داخل الفريق. فالنهارده انت وانت ماشي في مشوارك بتجدد للعيبه دي، فدي برضو حاجه كويسه يعني. حي على ساده في انواع الفوضى، وانك تسيب الامور يعني دايما لغايه اخر واحد اداريا من الاول، لانه حصلت قبل كده في السابقا يعني في المجلس السابق، وبالتالي دي اصغر مشجعه اصغر مشجعه النهارده، اعتقد ان مفيش اصغر من كده النهارده. اصغر مشجعه دي كانت النهارده للنادي الاهلي. عموما ثلاث نقاط هامه جدا وغاليه جدا للنادي الاهلي، استطاع بها زي ما قلت لحضراتكم ان يضغط على نادي الزمالك في اللي في صداره